أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المشهد، نتحدث فيها عن احتفال مصر لأول مرة بالعيد الأول للطاقة واختيار اليوم الذي يتوافق مع توقيع مصر وروسيا اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة، والذي تم في 19 من نوفمبر لعام 2015. كانت هذه نقطة الانطلاق التي تسعى مصر منذ وقتها للوصول إلى يعني استخدام الطاقة النووية في الوسائل السلمية وفي تحقيق التنمية. نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا في هذه الحلقة من المشهد، دكتور علي عبد النبي، الخبير في الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور حنان، يعني نتطرق طبعا لتفاصيل الموضوع، لكن نتوقف مع بعض المقتطفات من كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في العيد الأول للطاقة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي. رئيس الوزراء أشار في كلمته إلى أن مصر بتوقيعها اتفاقية التعاون مع روسيا دخلت عصرا جديدا نحو أمل واعدة وأفاق مشرقة للمستقبل لبدء تحقيق الحلم النووي المصري. ومع توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، فقد دخلت مصر عصرا جديدا نحو آمال واعدة وأفاق مشرقة للمستقبل لبدء تحقيق الحلم النووي المصري. فهذا التاريخ هو بحق يوم عيد للمصريين جميعا وللقطاع النووي على وجه الخصوص. فمنذ ذلك الحين انطلقت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتحقيق الحلم على أرض الواقع. السيدات والسادة الحضور، إن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها وكذلك الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، وتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات. واستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلا عن مزاياها التنافسية العالية وإسهامها ضمن مزيج متنوع متكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها تحقيقا لخطط التنمية المستقبلية. أكد أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك من الإمكانات والكوادر ما يمكنها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. لعقود عديدة ظل البرنامج النووي المصري محل الرعاية والاهتمام كأحد الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية. فمصر من أول الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية، ومن أوائل الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وتمتلك من الإمكانات والكوادر التي تمكنها من الانطلاق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع توقيع أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ دكتور علي بأهمية وجود عيد للطاقة، احتفال مصر بالعيد الأول للطاقة، ما أهمية هذا الحدث وكيف سينعكس على مستقبل الطاقة في مصر؟ يعني أنا هرجع بالتاريخ ورا شوية عشان يبان مدى أهمية هذا الحدث. يعني احنا في الخمسينيات، يعني في 55 بدأت الطاقة النووية في مصر. الرئيس جمال عبد الناصر بدأ مشروع الطاقة النووية في مصر، وبعدين بدأ مشروع المفاعل النووي اللي هو يولد كهرباء، مفاعل القوة. عملنا مناقصة سنة 64 وقفت، وعملنا مناقصة 74 ووقفت،
وبعدين كان في امر مباشر مع فرنسا 79 وقف، وبعدين عملنا مناقصه عالميه كانت اكبر مناقصه عالميه على مستوى العالم يعني، وتقدم فيها اربع شركات سنه 83، وقعدنا ندرس في العروض بتاعتهم لان عروض ضخمه يعني. قعدنا ندرس من 83 لغايه 86. اليوم اللي كان هيحصل فيه ان المهندس ماهر اباظه كان الله يرحمه وزير الكهرباء هيعلن فيه الشركه الفائزه في المناقصه، حصلت حادثه تشيرنوبيل. يعني فكانت طبعا ده موقف راح واقف ما اصدروش القرار. وتأجل بقى المشروع من 86 لغاية 2015 يعني في انتظار. ف 2007 في اكتوبر 27 اكتوبر 2007 المرحوم الرئيس حسني مبارك جمع قيادات وزارة الكهرباء بما فيهم قيادات محطات نووية في اجتماع، وقال ان انا هبدأ مشروع نووي والمشروع ده مسؤوليتي انا الشخصية. 2007 من 2007 بدأنا نشتغل في المشروع وجبنا استشاري عالمي. وبعدين انا طلعت معاش في 2009 ورحت اشتغلت في الجامعة. العملية بدأت ماشية. 2011 طبعا كان في مشاكل الثورة. انا 2009 اما خرجت من على المعاش كان عندي الحرية ان انا اتكلم في الصحافة وفي الجرائد والاعلام عموما يعني. فكنت كان رأيي الشخصي ان مش مصر مش هتعرف تاخد محطة نووية الا من الامر مباشر ومن روسيا، وهذا الكلام ده موجود في الجرائد وموجود في الحوارات تحت يعني. طيب. مش هناخد محطة نووية الا بالامر المباشر ومن روسيا، وكنت بكتب هذا وبوجهه ساعات للمجلس العسكري. يعني مجلس القيادة العسكرية كان برئاسة المرحوم طنطاوس، كنت بوجه هذا الكلام مش هناخد محطة نووية الا بالامر المباشر ومن روسيا. طيب احنا عايزين نتوقف عند روسيا، لانه احنا حينما عاد الحلم ليتجدد مرة اخرى تم تنفيذ الاتفاقية بين مصر وروسيا والتي وقعت في نوفمبر 2015 لإنشاء محطة الضبعة النووية. لماذا روسيا؟ أهمية روسيا وخبرتها في هذا المجال والتي تجعلها شريكا لمصر في هذه الخطوة. أولا يعني أنا هتكلم من ناحية التكنولوجية، روسيا ومنفعلات الروسية على نفس المستوى التكنولوجيا بتاعت المنفعلات الغربية سواء الأمريكاني أو الأوروبي أو الكوري أو الصيني. يعني التكنولوجيا من ناحية الفنية واحدة تقريبا يعني مفيش اختلاف. طيب مين بقى اللي يديكي؟ هي دي النقطة بقى، مين اللي هيديك؟ يعني أنا عندي قناعة إن الغرب مش هيدونا، ولا فرنسا ولا أمريكا ولا حد مش هيدونا، عشان كده قلت روسيا. هنا ترجع بقى الموضوع السياسي، مش يعني مين اللي سياسيا هيقدر يديك؟ الوحيد اللي يقدر سياسيا يديك يا روسيا يا الصين. الصين كان لسه عندها مشاكل في تراخيص المحطات بتاعتها ساعة ما انا اتكلمت، يعني كان عندها مشاكل. فيبقى روسيا هي الوحيده اللي تقدر سياسيا تقدر وتكنولوجيا تقدر. والتكنولوجيا بتاعتها 100% روسيه. صحيح ان في بعض الحاجات يعني بتيجي من الغرب زي غرفه التحكم وحاجات من كده، لكن من فرنسا، لكن 100% المحطه روسيه. وبالتالي ما بتاخدوا تكنولوجيا من بلد واحده صنف واحد بيبقى راحه بالنسبه لك عشان قطع الغيار والتشغيل والحاجات دي كلها وتدريب الكوادر تاني حاجه روسيا ما عندهاش مطامع سياسيه عندك. يعني انا هقول لسيادتك حاجه، يعني احنا دلوقتي بنبني المنفعل النووي وحصلت مشكله بيننا وبين اسرائيل. لو كنا مع امريكا او الغرب هيوقفوا البنى، وده حصل في ايران لما كانت المانيا بتبني في ايران محطتين بتاع بوشهر، وحصلت جت الثوره الاسلاميه توقف كل شيء، المانيا انسحبت. طب احنا المفروض ما يحصلناش كده. يبقى احنا لازم نكون على القدر الواعي ان احنا ان فيك مهما حصل هيبقى في يوم من الايام، حتى لو احنا دلوقتي كويسين مع اسرائيل ممكن يحصل في اي وقت. فلازم نفكر في الدوله، يعني هنا اهميه الدوله اللي ما تهربش منك سياسيا.
ممكن تسيبك وتمشي. لكن اكيد سبق توقيع هذه الاتفاقيه مفاوضات وبحث وعطاءات ومقايسات فنيه وماديه. طبعا آخر. طبعا الحاجات دي ما بتجيش من يوم وليله. لانه احنا بدانا في عام 2015 أيوة. والانتهاء في عام 2028 اول مرحله. ده اول صحيح؟ يعني اول مفاعل تاخدي منه كهرباء في 2028. طيب احنا عايزين بس نتذكر بعض التفاصيل التي أحاطت بتوقيع هذه الاتفاقية. طيب الأول روسيا من الدول اللي بيننا وبينها يعني شغل في التكنولوجيا من زمان، من أيام السد العالي وأسلحة بتاعتنا، يعني حرب 73 الانتصار كان بأسلحة روسية. أنا في الجيش وكنت شغال في سام 3 صواريخ مضادة للطيارات سام 3. نعم. فالتكنولوجيا الروسيه موجوده عندنا من زمان. الطاقه الذريه كلها كانت قايمه على الخبراء الروس، الطاقه الذريه في انشاص المفاعل، اخدين منها مفاعل 2 ميجا وات، واخدين منها فاندجراف، واخدين منها جميع الاجهزه اللي كانت في وكمان خلي في حاجه، ايام عبد الناصر كان اوائل الثانويه العامه بيوديهم روسيا عشان ياخدوا بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. فكل الناس اللي جت من روسيا جات على مصر معاها دكتوراه اشتغلت في الطاقه الذريه، وكانت دي نواه للمشاريع النوويه كلها يعني. طيب اسمح لنا هنتوقف عند هذه النقطه ونعود لنستكمل هذه الخلفيه، لكن ينضم الينا الان عبر الهاتف دكتور محمد فراج ابو نور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسيه. دكتور محمد، يعني ضيفي في الاستوديو بدا باعطاء خلفيه عن طبيعه التعاون المصري الروسي التي كانت موجوده في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ويعني توقفت لفترة أو خفت يعني حدة العلاقة ثم عادت لتنشط من جديد، وكانت اتفاقية الضبعة يعني تتويجا لهذه العلاقة. حدثنا عن هذه العلاقة بين مصر وروسيا وتحديدا في مجال الطاقة النووية. والحقيقة أولا مرحبا بضيفك، أهلا بحضرتك ومشاهديك. طبعا تأسيس يعني الطاقة النووية السلمية في مصر في الخمسينات، مصر كانت سباقة فيه فعلا بالنسبة لدول العالم الثالث وبمساعدة روسية، وهذا البرنامج استمر طويلا، ولكن بعد هزيمة 67 تكاثفت الضغوط الأمريكية والغربية على مصر للتخلي عن هذا البرنامج النووي السلمي. برغم انه لم يكن ابدا يمثل اي تهديد لاي طرف، ولكن يعني هناك اهتمام في الغرب بان لا تمتلك دول العالم الثالث وخاصه الدول الناهضه والكبيره واللي كان عندها طموح كبير زي مصر هذا البرنامج للطاقه النوويه السلميه. بعد سنوات طويله من يعني التردد، وطبعا كان عندنا كمان قسم الطاقة النووية في يعني أو الهندسة النووية في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وكانت مصر الحقيقة متقدمة جدا بالقياس لدول العالم الثالث كلها. نعم. يعني بعد سنوات طويلة من التردد فعلا يعني مصر قررت إن هي من الضروري أن تدخل يعني مرة أخرى مجال الطاقة النووية السلمية. لا يليق بدولة كبيرة زي مصر إن هي لا تمتلك التكنولوجيا النووية السلمية، لأنه هذه التكنولوجيا النووية ليست فقط توليد طاقة، ولكنها بتدخل في جوانب كتير جدا وصناعات كثيرة جدا وجوانب صحية وتحلية مياه البحر وما إلى ذلك. الطاقة النووية إحدى يعني صور الطاقة الرخيصة في التكلفة، إنتاج الكيلوات ساعة من الكهرباء أرخص من أشكال كتير للطاقة. طبعا وفي مقدمتها يعني الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ربما تكون تكلفه المحطه في البدايه بتكون كبيره شويه، ولكن بعد كده بتديكي طاقه يعني رخيصه ونظيفه. دلوقتي مفاعلات الجيل الثالث ومنها مفاعل الضبعه بالمناسبه هي مفاعلات امنه تماما، يعني والمفاعل هيقدم يعني او المحطه فيها اربع مفاعلات، كل مفاعل منهم بيقدم 1200 ميجا وات كهرباء، وده يعني انتاج كبير في الحقيقه. ولكن المشكله الرئيسيه في الموضوع ده ليست في انتاج الكهرباء فقط، وانما في انه يعني لم يعد مقبولا بالنسبه لمصر التي كانت سباقه في منتصف القرن الماضي
ان احنا في القرن ال21 لا يكون لدينا الطاقة النووية التي تستخدم في استخدامات سلمية بقى في الصناعة وفي الزراعة وفي تحليل المياه صحيح وتعمير الساحل الشمالي صحيح كثيرة جدا. طيب عندي سؤال يا دكتور، لانه اثرها ايضا دكتور علي ضيفي في الاستوديو، انه الموضوع ليس متعلقا فقط ب تكنولوجيا الطاقة النووية أو قدرة الدول على المشاركة في إنشاء هذه المحطة، لكن الموضوع له بعد سياسي. فماذا كان البعد السياسي في هذه الاتفاقية بين مصر وروسيا، خاصة أنه في السنوات الأخيرة كان في حالة من الزخم السياسي وأيضا الاقتصادي؟ هو في الحقيقة من أهم ملامح التعاون مع روسيا من الجانب السياسي انه روسيا بتملكك الطاقه، بتملكك اداره المفاعلات النوويه او المحطات النوويه، ولا تفرض عليك شروطا في المقابل، وبتملكك بما في ذلك يعني توطين التكنولوجيا. دي نقطه بالغه الاهميه الحقيقه، انه علمائنا وخبرائنا ومهندسينا وفنيينا يعني يشاركوا في بناء المفاعل، ثم ثم يقومون بادارته. بينما المفاعلات الغربيه اولا انت لا تشاركين، تاخذ المفاعل تستلم بتاعها وهم اللي بيديروه. يعني الدول الغربيه التي تديره. وبالتالي تبقى انت يعني تحت وطئه شروطهم. صحيح. روسيا حينما تم الاتفاق على المفاعل ده وعلى محطه الضبعه كان بعد ثوره 30 يونيو، ومعروف انه في هذه السنوات كان الغرب يناصرنا العداء وكان معترض على يعني اطاحه الشعب المصري والجيش المصري. بحكم محمد مرسي والاخوان المسلمين. بينما روسيا مدت يد العون واعلنت انها تقدم كل اشكال الدعم الممكنه لمصر. سواء على الصعيد العسكري او الاقتصادي او العلمي. الاتفاقيه بتاعت اقامه المحطه فيها جوانب كتير مهمه جدا فيما يخص توطين التكنولوجيا. فيها اولا مشاركه مش بس المهندسين والفنيين المصريين، ولكن ايضا الشركات المصريه في بناء المفاعل. في نسبه حوالي 20% تنفذها الشروط، تنفذها الشركات المصريه. اثنين، سداد القرض بتاع انشاء المحطه يبدا من الانتاج. دي نقطه مهمه جدا، انت مش هيبقى مطلوب منك تدفعي فلوس الا لما المحطه النوويه تبتدي تنتج ويتباع للتيار الكهربائي، وبالتالي انت تسددي منه. لو على ذلك فكره انه يعني في توطين التكنولوجيا انشاء كل المنشات المرتبطه بالمفاعل بالمحطة وبشبكة توصيل الكهرباء وما إلى ذلك، كل ده بمشاركة الفنيين المصريين. هؤلاء الفنيين والخبراء سيتوجهون إلى روسيا للدراسة أو لرفع مستوى خبرتهم ومعلوماتهم في المراكز الأبحاث والجامعات الروسية. حصل حاجة مهمة جدا الحقيقة. تفضل سريعا يا دكتور. تفضل. حصل حاجة مهمة جديدة في الموضوع ده، إنه تم إنشاء مدرسة فنية نووية مدتها 5 سنين لتدريب الفنيين. دي مسألة مهمة قوي دلوقتي. 3-4 دفعة اتخرجوا من المحطة ديت. فأنا أعتقد إنه يعني هذه الفكرة مهمة جدا، وإحنا شفنا كمان في الفترة الأخيرة دي كيف إنه أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز والبترول والوضع اللي حاصل في أوروبا الغربية بالذات أعاد الاعتبار للطاقة النووية كأحد المصادر المهمة جدا للطاقة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الروسية. يعني الآن لدينا خلفية عن طبيعة العلاقة بين مصر وروسيا ولماذا روسيا، وأشار ضيفي الآن إلى نقاط مهمة في الاتفاقية المبرمة لإنشاء هذه المحطة. مشاركة الجانب المصري والخبراء المصريين والشركات المصرية في إنشاء هذا المفاعل، أي مدى يساعد على توطين هذه الخبرة في مصر بعد ذلك؟ ده يرجع لروسيا ان هي تديك تكنولوجيا المفاعلات النووية، وده واقع يعني اصبح واقع دلوقتي. يعني روسيا وافقت ان تدينا التكنولوجيا لكي نوطنها في مصانعنا. فاول محطة، واحنا بنبني اول محطة، المفروض المصانع المصرية تشارك ب 20% من الصناعة، من صناعة المحطة. في تاني محطة توصل 53% وهكذا. يعني نقل التكنولوجيا النووية إلى المصانع المصرية ده في صلب التعاقد.
وفي كل مرحلة بتزيد المشاركة الجانب طيب. المصري. انت لما تدخلي بالتكنولوجيا النووية الصناعات النووية داخل مصانعك ودي اعلى رتبة في الجودة، يبقى مصانعك هترتقي الى الرتبة النووية اللي هي اعلى رتبة في الجودة. يبقى اي منتج من هذه المصانع على المستوى العالمي يبقى منتجاتك تقدر تنافسي بيها الدول الصناعية الكبرى، يبقى تقدر تبيعي على مستوى العالم وتقدر تجيبي عملة صعبة ويحصل. يعني انا هي مش محطة نووية بس، لان هي المشروع استثماري كمان مش كهرباء. يعني ما هوش كهرباء بس، اولا هو امن تكنولوجي زي ما قلنا هيدخل المصانع وترتقي المصانع المصرية، وبعدين امن كهرباء ثم استثماري، هو مشروع استثماري. ما احنا عايزين نفهم من حضرتك اكتر تمام. يعني انه ايه المجالات اللي هيتم فيها استخدام الطاقة النووية السلمية؟ الكهرباء اكثرها يعني اعتيادا، لكن ماذا ايضا من فروع ونواحي ستدخل في هذه الطاقة؟ احنا استخدامات الطاقة النووية في مجال السلم من سنة 55 في جميع الافرع، في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة ولمؤاخذة في الانتاج الحيواني وفي انتاج النباتات وفي الهندسة الوراثية وفي العلوم وفي الكيمياء، في كله موجود في انشاص وموجود يعني من 55 ما مش بيشتغل فيها. الحاجة اللي جدت علينا هي استخدام الطاقة النووية في انتاج الكهرباء بس، لكن احنا عندنا اجيال وراء اجيال في المجالات التانية. اصل الطاقة النووية مرتبطة في اذهان الكثير بالقنبلة النووية وبأضرارها وإلى آخره. أيوة. فالكثير من الناس لا يعلمون كيف تستخدم الطاقة، هذه الطاقة في الزراعة وفي علم الحيوان وغيرها يعني من النشاطات. أيوة. يعني زيادة اشرح لنا يعني زيادة الغلة إنتاج الفدان بي 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 البذور نفسها بتتعرض لنوع من الإشعاع بحيث أن غلة الفدان تعلى، غلة سواء في القطن سواء في الذرة. تاني حاجة القضاء على الفطريات والعفن والحاجات دي. يعني حد لساتك مثال، اما كنا بنصدر بطاطس خلال تصديرها في البواخر بيجي لها العفن البني. طيب احنا النهاردة بنعرضها لإشعاع أشعة جاما، العفن البني ده ما يجيلهاش. التعقيم بتاع السرنجات والتعقيم ده انا بتكلم على مستوى الناس اللي يعني العادة الأشياء البسيطة يعني تعقيمها برضو نفس الشيء. فالتعقيم بالمواد المشعة بالكوبالت 60 أشعة جاما، انتاج بقى زيادة مثلا لبعض الحيوانات مثلا الأبقار والجاموس اللبن، كمية اللبن كمية اللحوم فيها كل ده بيتم بالهندسة الوراثية من خلال الطاقة النووية. ففي الطب هدي مثلا سألتك مثال في الطب، يمكن في أمريكا لسه مصر ما لما طفل صغير حصل له حاجة الطفل مش عارف يتكلم هو عنده ايه، فبيدوا له حقنه فيها مواد مشعه وبعدين يتحط على جهاز يتعرف كل ديناميكيه كل حاجه، ديناميكيه المخ واذا كان في رشح للدم، ديناميكيه القلب، ديناميكيه الكبد والكلى وكل حاجه تبقى هذه الطاقه الاشعاعيه. المواد المشعه بتعرفنا اشياء كثيره جوه جسم الانسان وبنستخدمها فيه وبنستخدمها كان في العلاج ده مش ده تشخيص صحيح يعني مش الإشعاع. يعني مش تشخيص وبس لا ده كمان علاج. يعني في العلاج بتستخدميها في السرطان. فالمجال الهندسه الوراثيه والاستخدام المواد المشعه في جميع الاغراض بيستخدم في كل حاجه. يعني في العلوم وفي الطب وفي الهندسه في كله وفي الكيمياء صحيح. وفي طب فكره انشاء مدرسه فنيه نوويه مصريه اللي هي الاعلان عنها كان مرتبط بالاعلان عن انشاء محطه الضبع للطاقه النوويه. ايوه يعني هو هو في الستينيات لما بدانا في 64 او في 55 وبدانا المشروع النووي في الستينيات عملنا قسم هندسه نوويه في جامعه مصر، عملت قسم هندسه نوويه في جامعه اسكندريه. نفس الوضع لما بدانا في 2015 بدا التفكير في مدرسه للدبلومات يعني اللي هو تحت الانجينير تحت الفنيين يعني. فدي ماشي يعني ده مش لكن مش هو الاساس. يعني انا عاوز اقول ايه، الاساس هو العنصر البشري المصري. الثقافه ما هو وجود مدرسه ما هو تدريب يعني للعنصر البشري المصري. ايوه ايوه يعني انا عايز الشاب تاخد أيوة يعني اصلا الاساس في العنصر. يعني تقدر تعلميه ولا لا، تقدر تاخده منه شغل ولا لا، هو ده الاساس. ثقافته عامله ازاي يعني هو ده الاساس اللي انت بتبني عليها حياتك. الشباب هو اللي بيبني المجتمع.
الشباب ده يقدر يعني يقبل العلم ويقدر يشتغل وينفذه، هو ده الاساس. انا بعمل له مدارس، اعمل له جامعات. احنا طبعا اولا احنا دوله صناعيه من ايام محمد علي، وكنا امبراطوريه قبل كده. مصر كانت امبراطوريه، واتمنى ان هي ترجع تاني امبراطوريه ان شاء الله، ودوله صناعيه. عندنا جامعات وعندنا مدارس وعندنا كل حاجه، عندنا جيش الله اكبر، عندنا شرطه، عندنا كل حاجه، عندنا مصانع، عندنا دوله صناعيه كبيره. احنا دولة ما ينقصهاش حاجة صراحة، فاحنا على الركب نقدر ندخل في النووي. يعني مثلا هديك مثال، تشغيل المحطة النووية ك ك ك كمشغل اللي بيشغلها زي ما بيشغل المصنع في كنترول روم، دي اسهل من التيار الحربي. التيار الحربي عليه ضغوط رهيبة جدا، وبيقاتل وبيعمل في الهواء فوق في الجو وشغال ده. واحنا الطيارين بتوعنا ما معروفين. شوف شوفي معركه المنصورة، بتقول ان العلم نفسه، علم تشغيل هذه المفاعلات ليس صعبا، لكن اهم العنصر البشري يتم يتقبل ولا لا. طيب لماذا لا يتقبل؟ يعني لا يتقبل ولا لا. لا العنصر المصري يتقبل. ما انا بقول لك اهو، يعني شوف انا بديك مثال، بقول لك التيار الحرب المصري مهمته اصعب. وشفت طيب انت عملنا ايه في حرب في 73؟ صحيح. في معركه المنصوره 200 طياره كانوا في الجو. صحيح. شوف الطيار المصري عمل ايه. صحيح. يعني اذا الموضوع ليس صعبا او مستحيلا. لا 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 على ده سهل جدا. العنصر البشري لا 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 سهل جدا. طيب المدرسه، هذه المدرسه مين هيدرس فيها؟ هل هيبدا لا لا هي اشتغلت وتخرج، في ناس تخرج. انا قصدي مين بيدرس فيها؟ مصري على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. بين اولا نقوا الناس اللي هي بتدرس على اعلى مستوى، لان الطلبه مصريين ولا مصريين. لان الطلبه اصلا اللي داخله مستواها عالي، فمش معقول مش هيحصل ماتشنج يعني تقابل بين الطالب والاستاذ الا كان الاستاذ قوي. لما يكون الطالب لا مؤاخذه يعني يمتلك من المهارات ومن الابداع ومش عارف ايه، ويلاقي مدرس مثلا على قد الحال مش عارف. فانت بتنقي اعلى نوع من طيب نتكلم عن الاهميه الاستثماريه في هذا المجال. يعني الموضوع مش متعلق باستخداماته في مصر فقط، لكن من ناحيه الاستثمار كيف يتم الاستثمار؟ انا هقول لك على سؤالك على حاجه. شوفي اولا احنا عندنا غاز ولله الحمد، يعني بعد الظهر عندنا غاز. لكن حرق الغاز في الكهرباء 60% من انتاج مصر من الغاز بيتحرق في الكهرباء. حرق الغاز في الكهرباء ده حرام، ما ينفعش. طيب ما هو الغاز من المصادر الاحفوريه اللي بتشغل محطات كهرباء زي الفحم وزي البترول، ودي اللي بتشغل محطات كهرباء بتاع الحمل الاساسي بيسموه البيز لود، اللي هو بتاع الشبكه اللي هو شغال ليل نهار طول السنه. فالمحطات دي بتغذي. طب المحطات دي بتطلع اكاسيد، بتطلع الاحتباس الحراري اللي انت شايفاه. الغاز برضو بيطلع، مش ما بيطلعش بيطلع. طب انت عاوزه بديل، عاوزه تدخلي طاقه نظيفه، عاوزه طاقه صديقه للبيئه، عاوزه طاقه نظيفه. طيب يبقى انت بتدخلي بالطاقه المتجدده اللي هي الشمسيه والرياح، والحمد لله احنا شغالين فيها كويس، وبتدخلي بالطاقه النوويه، لان الطاقه النوويه نظيفه. الطاقه النوويه ما تتقارنش مع الطاقه المتجدده لاسباب، لان الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح متقطعه. صحيح. يعني في شمس يبقى في طاقه، ما فيش شمس في ريح في طاقه، لكن انتاجها مش مضمون. يبقى دي مش بديل ليها، مش بديل ليها. لكن هي بديل لايه؟ الطاقه النوويه للمصادر الاحفوريه اللي هو بترول وغاز وفحم، لان دولت يشتغلوا معاك على طول اليوم وطول. يبقى الطاقه النوويه البديل الوحيد، خليها هنا بقى مهمه، البديل الوحيد، لان الشبكه عاوزه اتزان. الشبكه عاوزه عزم قصور، اتزان، عاوزه محطات تقيله. فاهم ازاي؟ دي مهمه جدا دي. فالطاقه المتجدده ما تنفعش في النقطه دي، خلي بالنا من ناحيه انا بتكلم فنيات شويه، لكن صحيح ما احنا هنتناقش فيها. طيب يعني الغاز بقى. طب نحرق الغاز؟ لا، انا لو شغلت الغاز اللي يطلع لي عندي ده في منتجات بتروكيماويات واسمده ومش عارف ايه، اكسب 9 مرات لو شغلته فين؟ في الكهرباء. طب ما انا اقتصاديا يبقى انا اودي الغاز اشتغل بيه في البتروكيماويات والاسمده والحاجات دي، الميثان، لان هو الغاز بيكون من الميثان. طيب ادخل بالبديل ايه؟ بالنووي. طيب المحطه النوويه اللي احنا جايبينها ال 1200 ميجا وات دي،
لو انت شغلتيها بالنووي كل سنة تدفعي او كل سنة ونص هتدفعي شحنة وقود 60 مليون دولار. لو المحطة دي شغلتيها بالغاز تتكلف 400 مليون دولار. شوف الفرق قد ايه؟ صحيح، فرق كبير. يعني 340 مليون دولار بتوفريهم سنوي من فرق الغاز عن ال يعني نقدر نعتبر يا دكتور انه الطاقة النووية هي البديل في المستقبل. الدول الآن في حالة ذعر من الوضع الموجود عليه البيئة والمناخ في العالم كله، هل ممكن يكون الطاقة النووية استخداماتها السلمية تصبح أكثر انتشارا؟ لا، الاستخدامات السلمية التانية دي موجودة على طول في أي بلد وفي مصر، اللي في الطب والهندسة دي موجودة. أنا بتكلم على محطات نووية. ما أنا بتكلم عن محطات الطاقة بالضبط. شوفي، مستقبل الطاقة على مستوى العالم ماشي في حاجتين، خطين. الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية، اللي هي الكهروضوئية اللي هي الألواح، والطاقة النووية. وانت لو شفتي في تصريح لماكرون من قيمة أسبوع ان هو هيبدأ يبني محطات نووية تاني في البلد. معايا؟ نعم. خلاص كله بقى دلوقتي بيتجه بعد 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 جلاسكو. صحيح، قمة جلاسكو اللي هي الكوب 26. في بحث جاد عن كله دلوقتي هيدخل في الطاقة النووية. تركيا هتعمل محطات نووية تانية، هي بتعمل مع روسيا وهتعمل تاني. الاتجاه العالمي في الطاقة الى طاقة نووية وطاقة كهروضوئية شمسية. الطاقة النووية احتمال يبقى يعني المفاعلات المتوسطة والصغيرة يبقى لها باع أكتر أو لها وجود أكتر، اللي هي بدل 1200 زي اللي عندنا ممكن يبقى 400-300 ميجاوات يعني. طيب، بس هيك أشرت النقطة مهمة، هي اشتراطات بناء هذه المفاعلات أو المحطات النووية، لأنه أي تسريب إشعاعي لهذه المواد بيكون خطير ومضر للبيئة، وبالتالي هناك اشتراطات أمن وسلامة قوية جدا ينبغي مراعاتها وإخضاعها طول الوقت للرقابة من جانب الدولة الموجودة على أرضها هذه المحطات لتوليد الطاقة. صحيح. أيوة. إيه بقى الاشتراطات من النواحي الفنية؟ يعني 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 مثلا عشان الناس ما تخافش، يعني ندي أولا حادثة شارنوبيل كان حادثة نتيجة لخطأ بشري، يعني يعني وحادثة فوكوشيما دي كان نتيجة لزلزال 9 ريختر. لكن حادثة أمريكا برضو كانت لخطأ بشري. لكن في فرق بين الحادثتين بتاعة تشيرنوبل وبتاعة فوكوشيما، وفي فرق بينهم وبين الحادثة بتاعة بنسلفانيا في أمريكا في 79. الحادثتين دولت المواد المشعة خرجت بره، اللي هم بتوع تشيرنوبل وبتوع فوكوشيما، لكن بتاعت امريكا المواد النوويه ما خرجتش بره، مع ان نفس الحادثه انصهار لقلب المفاعل. نعم. الثلاثه زي بعض. طب ليه المواد النوويه ما خرجتش؟ لان المفاعل كان الامريكاني محطوط في مبنى او مبنى اسمه وعاء الاحتواء. هذا الوعاء الاحتواء لا يمكن انه يسمع طلع الخرج. وعشان كده الرئيس كارتر زار المحطه ودخل جواها، دخل جوه المحطه الكنترول روم بعد 4 ايام عشان ياكد للناس ان مفيش انه مفيش خطر. خلاص. لكن طبعا اللي حصل في روسيا وفي فوكوشيما نتيجه لان المبنى اللي كان محطوط فيها المفاعل ما كانش بالمواصفات. لكن اكيد حصل تطور فني. خلاص بقى الروس بعد ده ايقنوا ان لازم المفاعل النووي يتحط في كونتينمنت اللي هو وعاء الاحتواء لازم. فالمفاعلات النوويه بتاعتنا من الجيل الثالث والجيل الثالث مطور فيها وعاء احتواء، هي محطوطه جوه وعاء احتواء. هذا الوعاء يستحمل لغايه 8 ريختر زلزال، يستحمل السونامي العالي جدا اكتر من 15 متر زي ما حصل في فوكوشيما، يستحمل الاعاصير والفلادز اللي هي الفيضانات كل ده يستحمله. فاهم ازاي؟ ولو حصل انصهار لقلب المفاعل المواد النوويه ما تخرجش بره. وده امان، يعني دي هي دي الامان، هو ده الامان زي ما في امريكا كان امان. صحيح. ففيش خوف يعني. طيب حضرتك كلمنا عن مراحل تسليم هذه المحطه النوويه، امتى حتم تسليم اول مرحله والانتهاء من المشروع باكمله بعد كم من الاعوام؟ طيب، عشان بس برضو الناس تبقى فاهمه المشروع ما هوش بالسهوله ان تعملي محطه نوويه. في اجراءات بتتم، اجراءات عالميه لازم تمشي عليها خطوه 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 خطوه. يعني يعني دي مهمه جدا عشان الناس تعرف بس. فاحنا اول حاجه كان عندنا دراسات موقع الضبعه،
احنا موقع الضبعه من سنه 80، انا كنت هناك في الضبعه سنه 80، رحنا سنه 80. طب هل ممكن اعطي حضرتك في الحته دي واقول لماذا الضبعه؟ وصحيح من سنه 80 بس احنا لما قعدنا الاتفاقيه في نفس المكان وهيستكمل فيه هذا المشروع، في ايه هي المواصفات في المكان اللي بيتم فيه انشاء المحطه؟ طيب يعني من الحاجات المهمه في انشاء المحطه النوويه الموقع ان يكون بعيد، ما يكونش في منطقه زلزاليه. مع ان هتقولي اليابان فيها مناطق، تايوان فيها وكوريا، لكن بالتكلفه اعلى. طب يكون قريب من البحر، يعني من مياه مفتوحه عشان التبريد. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يكون بعيد عن اي فالق في الارض على الاقل 10 كيلو متر. يبعد عن اي فالق 10 كيلو متر. نعم. فاشتراطات دي كلها موجوده على ساحل البحر المتوسط. ساحل البحر الاحمر وخليج السويس مناطق زلزاليه شويه، التكلفه تبقى عاليه شويه. طيب احنا استبعدنا نهر النيل من ناحيه النفسيه عشان ما يتقالش فيها اشعه، لكن استبعدنا، لكن ممكن تعملها على نهر النيل لان ما فيش اشعه. فكان الاتجاه الى الساحل البحر المتوسط. طب الساحل فين بقى؟ غرب رشيد، يعني تطلع كنت طالع لفوق. فكان عندنا سيدي كرير، وكان عندنا برج العرب، ثم بعد كده نقلنا الموقع. كل دول يصلحوا، كل المواقع على الساحل ده صالحه لاقامه محطات نوويه. ثم نقلنا الى الضبعه سنه 80. فالمواقع موقع الضبعه في اربع محطات. المحطه الواحده بتاخد 50 متر مكعب في الثانيه، ميه للتبريد، كميه مهوله طبعا، فلازم تبقى ميه مفتوحه. لازم تبقى ميه مفتوحه. طيب نرجع بقى للمراحل اللي هيتم فيها المشروع. تمام. حضرتك كنت بتقول انه الموضوع مش بالسهوله وبيحتاج وقت ومجهود وسنين. تمام. يعني احنا كان عندنا ثلاث مواقع في الزعفرانه على خليج السويس، و في اسكندريه سيدي كرير، ده اللي انا عصرتهم اشتغلت فيهم يعني. اشتغلت في الزعفرانه واشتغلت في سيدي كرير، وبعدين نقلنا الى الضبعه سنه 80. عملنا دراسات الموقع الضبعه. المفروض الدراسات اللي بتتعمل في الموقع تتعمل دراسات سنتين شغاله ليل نهار. السنتين لازم يبقى فيه استمراريه في الدراسات. دراسات في كل حاجه، دراسات جويه وارضيه وبحريه وكل حاجه، واحياء دراسات في كل حاجه، وبيئه وكل حاجه، بتعملي دراسات في كل حاجه. سنتين لازم تبقى سنتين متصله عشان يعرفوا اتجاه الريح فين، واتجاه والامطار جايه ازاي، والشمس حتى سطوع الشمس، يعني الحاجات دي كلها دراسه طبيعه الارض وطبيعه المناخ. ايوه والبحر، وهل في ترسيب في الميه، بيحصل ترسيب على الشاطئ ولا لا. الحاجات دي دراسات بحريه وشنوغرافي، دراسات جويه، دراسات جيولوجيه، جميع انواع الدراسات. دراسات معروفه يعني. نعم. في المجال النووي. الدراسات دي بتستمر سنتين، وبناء عليها بتقدميها لجهه الرقابه المصريه. اللي هي هيئه التنظيمات النوويه والاشعاعيه، تدرسها وتقول الموقع صالح ولا لا. تقول الموقع صالح لاقامه محطه ولا لا. الحمد لله اذن قبول الموقع اتاخد خلاص بناء على دراسات تم اجراءها. تم اجراءها في الضبعه. طب فاضل الاذن الثاني اللي احنا مستنيينه، او مصر مستنياه، مش احنا يعني، مصر مستنياه. هيجي في منتصف 22، وهو اذن بدايه الانشاءات. اذن بدايه الانشاءات ده بناء على حاجه اسمها تقرير الامان الاولي، برضه بيروح للجهه الرقابيه المصريه، بتدرسه، وبعد ما بيبقى بقى جواه بقى المحطه، لان دراسات الموقع ليها حاجات بتاثر في تصميم المحطه. فيرجع في الاخر يقول لك فعلا الموقع سليم والمحطه سليمه. هتبقى المواصفات بقى المحطه. تمام. المحطه بقى بتروح مناسبه للدراسات، مناسبه مع الموقع لا. لازم تكون مناسبه. فاهم ازاي؟ وبناء عليها يطلع اذن بدايه الانشاءات لاول محطه. بيجي منين الاذن؟ بيجي من هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه، هيئه التنظيمات دي مصريه. معايا؟ هي بتدرس فيه دلوقتي. هيطلع الاذن ده ان شاء الله مقدر لانه يطلع في منتصف 22. وفي هذه اللحظه هتحطي اول صبه خرسانيه، بيسموها الصبه الخرسانيه الاولى. هتحطي اول صبه خرسانيه. يبدا بقى الانشاءات. يعني من منتصف 22 ان شاء الله اول محطه تبقى مربوطه على الشبكه، بتدي كهرباء في 28، بتدي كهرباء اصلا.
انا ممكن اربطه على الشبكه واكون في اختبارات. يعني ممكن في 27 اكون رابط المحطه على الشبكه بس بعمل اختبارات. في 28 هيبقى يعني كوميرشالي، يعني تجاري، المحطه بتدي كهرباء تجاري على الشبكه. اول محطه المحطه اللي وراها بسنه 29، المحطه اللي وراها بسنه والثانيه 30. يعني هي مع الفرق بين المحطه ومحطه سنه عام واحد فقط. ومهم جدا حضرتك قلت لنا انه كل هذه الفتره بيتم دراسه المكان والظروف وعلى اساسها بيتم بناء، لانه ده بيهدئ كثيرا من تساؤلات في عقول المصريين. الناس بتاع هيئه الرقابه النوويه موجودين معاكي بيبشروا في التنفيذ بيشوفوا، وبعدين يبدا يديك تسريح للاختبارات، وتسريح لتحميل الوقود، وتسريح للتشغيل، تسريحات، كل ده بناء على شغل فعلي وشغل على جوده عاليه. يعني ما فيش حد يقدر، دي حاجات عالميه ما نقدرش نلعب فيها. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي عبد النبي، الخبير في الطاقه النوويه ونائب رئيس هيئه المحطات النوويه سابقا، شكرا جزيلا. نشكركم ايضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقه من المشهد، الى اللقاء. We'll be right back.